الله الرحمن الرحيم. سلطت وسائل الإعلام الإسرائيلية الضوء على خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مركزة على تأكيده أن أمام سلطات الاحتلال عاما واحدا لتنسحب من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 67. كما سلطت الوسائل الضوء على إعلانه التوجه إلى محكمة العدل الدولية باعتبارها الهيئة الأعلى في القضاء الدولي لاتخاذ قرار حول شرعية وجود الاحتلال على أرض دولة فلسطين والمسؤوليات المترتبة على الأمم المتحدة ودول العالم إزاء ذلك.